على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سائقة تنزل من سيارتها عارية وتطلق النار في الهواء. لمعرفة التفاصيل تابعوني. شهدت كاليفورنيا حادثا غريبا، حيث نزلت سائقة من سيارتها عارية وبدأت في إطلاق النار من مسدس في الهواء. ووفقا للشرطة، كان هناك تقرير عن سائقة متهورة تقود على الطريق السريع 18 المتجه شرقا في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء. عندما وصلت إلى جسر سان فرانسيسكو المعروف محليا باسم باي بريدج، نزلت السائقة من سيارتها وهي تحمل سكينا وصرخت على سائقي السيارات الآخرين قبل أن تعود إلى سيارتها، ولكن سرعان ما توقفت مرة أخرى وخرجت هذه المرة عارية تحمل مسدسا. شرعت في إطلاق النار في الهواء وعلى المركبات الأخرى. تمكنت الشرطة من القبض عليها ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات خلال هذا الحادث المثير للدهشة. لم يتم الكشف عن هوية السائقة أو دوافعها حتى الآن، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما دفعها لتنفيذ هذا السلوك الغير معقول على الطريق العام. شكرا لمتابعتكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. باي باي.